عندك سكر الدم من النوع الاول وبتستخدم الانسولين المعكر او الانسولين المخلوط او الميكستارد انسولين جبت هوميولين او انسولين كومب، او عندك سكر الدم من النوع التاني وبتستخدم نوع من انواع الحبوب وبتزود عليه جرعه انسولين لتحكم افضل في سكر الدم، محتاج تعرف الجرعه الصحيحه للانسولين وتقسمها على قد ايه كل يوم وتاخدها امتى، عاوز تعرف افضل مكان تحقن فيه الانسولين لامتصاص افضل، ايه الاثار الجانبيه المصاحبه لاستخدام الانسولين المعكر او الميكستارد او الانسولين جبت وازاي نتغلب عليها. تابع الحلقه دي بس ما تنساش تتابع باقي حلقات سكر الدم على قناه صحتك في خمسة لتحكم افضل في سكر الدم والوقايه من المضاعفات بتاعته. الانسولين المعكر او الانسولين المخلوط او الميكستارد او الانسولين جبت او الهوميولين او الانسيومان كومب، كل دي اسماء كتيرة جدا لنوع من انواع الانسولين هو الانسولين المخلوط. الانسولين المخلوط ده هو العلبة اللي حضرتك بتلاقي مكتوب عليها دايما 70/30 او في بعض الحالات بيبقى مكتوب عليها 50/50. 70/30 او 50/50 دي اشارة لنوعين من انواع الانسولين موجودين جوه العلبة دي. النوع الاولاني هو نوع من الانسولين اسمه انسولين زنك، عبارة عن حاجة اسمها ريجولار انسولين اللي هو الانسولين الشفاف. الانسولين الشفاف ده بيكون المفعول بتاعه في تنزيل سكر الدم سريع، بيبدأ المفعول بتاعه من نص ساعة لساعة وبيوصل لأعلى مفعول ليه في تنزيل سكر الدم من 2 لـ4 ساعات، وبيستمر المفعول بتاعه من 5 ساعات لـ8 ساعات. ده الجزء اللي هو التلاتين. جزء السبعين ده بيبقى عبارة عن هو نفس الانسولين زنك ولكن بيتضاف عليه جزيء بروتين اسمه بروتامين، وبيبقى اسمه الايزوفان انسولين او الان بي اتش انسولين. الانسولين ده بيمتاز ان هو المفعول بتاعه ممتد لفترة اطول، يعني بيبدأ المفعول بتاعه في خلال 2 لـ4 ساعات، بيوصل للبيك او لاعلى تأثير ليه في تنزيل سكر الدم من 6 لـ10 ساعات، وبيستمر المفعول بتاعه من 10 لـ16 ساعة. وبالتالي لما بيتحط النوعين دول من الانسولين مع بعض في ازازة واحدة، ده بيدي لحضرتك تأثير مباشر في تنزيل سكر الدم، في الاول عن طريق الانسولين الريجولر اللي هو دايب في المية، وبيستمر المفعول بتاعه لمدة نص اليوم تقريبا او حوالي 12 ساعة عن طريق الانسولين اللي هو الايزوفان او الان بي اتش انسولين. وبالتالي الانسولين المخلوط ده من اكثر الانواع تحكما في سكر الدم على مدار اليوم. يعني احنا كده فهمنا ان الانسولين ده بيتاخد على جرعتين او ممكن 3 جرعات، بس الافضل ان هو يتاخد على جرعتين. طب هاخد كمية قد ايه من الانسولين ده؟ دي نقطة مهمة جدا. الانسولين ده اقدر استخدمه عن طريق ان انا باخد نص يونت او نص وحدة لكل كيلو جرام من وزن الجسم. يعني لو انا وزني 70 كيلو، فانا محتاج اخد على مدار اليوم 35 وحدة انسولين. طب هقسمهم ازاي الصبح وبالليل؟ تلتين الجرعة هيبقوا قبل الفطار والتلت هيبقى قبل العشاء. ومهم جدا حضرتك تاخد الانسولين قبل الاكل طبعا عشان تحمي نفسك من اخطر عرض جانبي للانسولين، وهو غيبوبة هبوط السكر او هبوط السكر الحاد. طبعا هبوط السكر الحاد ليه اعراض كتير هتظهر لحضرتك على الشاشة دلوقتي. الاعراض دي يمكن الوقاية منها عن طريق ان انت حضرتك تلتزم بنظام اكل مناسب لجرعة الانسولين اللي بتاخدها، ودايما تحافظ على القياس المنتظم لسكر الدم، ولازم يكون بالقرب من حضرتك دايما حاجة مسكرة، عشان لو بدأت تحس باعراض هبوط السكر او غيبوبة هبوط السكر تلحق نفسك ببونبوناية او جيلي او اي حاجة تكون مسكرة جنب حضرتك باستمرار. مهم جدا حضرتك تخلي بالك ان انت ما تاخدش جرعة عالية من الانسولين قبل النوم، لان ده زي ما قلنا بيعرض لغيبوبة هبوط السكر، وغيبوبة هبوط السكر بيكون مصاحبة بتوهان وعدم تركيز وتقل في اللسان وعدم قدرة على الحركة، وبالتالي بتكون بعيد شوية ان حد يقدر يساعد حضرتك وخاصة بالليل. مهم جدا حضرتك تاخد بالك ان مش معنى ان انا باخد انسولين يبقى ملتزمش بيه نظام اكل صحي. يعني انا محتاج التزم بنظام اكل صحي اللي هو يكون فيه كربوهيدرات قليلة، ويكون فيه ممارسة نوع من انواع الرياضة الخفيفة عشان تتحكم في سكر الدم بشكل افضل وتحمي نفسك من المضاعفات بتاعته. وطبعا لازم يكون بجوار حضرتك دايما جهاز لقياس سكر الدم وحاجة مسكرة، عشان لو بدأت تحس باعراض هبوط السكر تلحق نفسك بسرعة. نتمنى لحضرتك كل صحة وعافية. صحتك في خمسة.